مرحبا. بيحتفل العالم ب 23 مارس من كل عام باليوم العالمي للأرصاد الجوية، وهو مجموعة من التخصصات العلمية اللي تعني بدراسة المناخ والتنبؤات الجوية، وبيركز على عناصر عدة منها الغلاف الجوي، درجة الحرارة، الضغط الجوي، بخار الماء. ويعتبر أرسطو مؤسس العلم، فوضع أول كتاب عنه بسنة 350 قبل الميلاد. بننتقل لحالة الطقس. عم يكون جو بارد جدا وغائم جزئيا لغائم ماطرة على فترات، وعم تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وثلجية على المرتفعات الجبلية، عم يزيد ارتفاع عن 1000 متر وممزوجة ما دون ذلك، خاصة على المناطق الجنوبية والغربية. كما عم تميل درجات الحرارة انخفاض لتصير أدنى معدلات بحوالي 6 ل 10 درجات مئوية. الرياح الغربية الجنوبية غربية عم تنشط أحيانا وتوصل سرعة 30 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 55 وال 85%. أما البحر متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 12 درجة. من تالي طقس العاصمة دمشق اللي عم تكون في الأجواء ماطرة وعم تسجل الصغرى 3 درجات. بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية عم تكون الأجواء كمان ماطرة ومثلجة على السويداء وعم تسجل عليا 7 درجات. أما بدرعا عم تراوح بين 4 وال 11 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل عليا 6 درجات. بالمنطقة الوسطى مكفية فيها الأجواء الماطرة وعم تسجل العليا بحمص 10 درجات، أما بحماة عم تتراوح فيها درجات الحرارة بين 4 و 12 درجة. بالمنطقة الساحلية كمان عم تكون الأجواء ماطرة وعم تسجل العليا بطرطوس 13 درجة، وباللاذقية عم تراوح بين 7 و 13 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل الصغرى 7 درجات. بالمنطقة الشمالية مكفي الطقس ماطر وعم تسجل العليا بإدلب 11 درجة، أما بحلب عم تسجل الصغرى 4 درجات. أخيرا بالمنطقة الشرقية اللي عم تكون كمان فيها الأجواء ماطرة وعم تتراوح الحرارة بالرقة بين 6 و 14 درجة، وبالحسكة مكفي الطقس ماطر وعم تسجل العليا 13 درجة. أخيرا بدير الزور كمان عم تكون الأجواء ماطرة وعم تتراوح بين 5 و 15 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.